جاهزه ومستعده لمغامره النهارده؟ جاهزه. انت جربتي ايه مغامرات قبل كده وكان بالنسبه لك اول مره والموضوع كان بالنسبه لك جديد ومختلف وبتاع؟ عملت دايفنج قريب من سنه مثلا او حاجه، كانت اول مره في حياتي اعمل دايفنج. انا مش بعرف اعوم اساسا، اصلا اندمجت فعلا وحبيت الموضوع قوي، وقعدت بقى ابص كده واتامل وبتاع، وابص ورايا ما لقيتش الراجل، ولقيتني على قاع البحر وكده، فنفسي راح وبلعت ميه وفرونت قعدت اشاور، اصلا مفيش حد حواليا. دلوقتي احنا ممكن نقول عليكي انت كاسماء شخصيه مغامره، ولا بتحسبي خطواتك جدا وعارفه بتعملي ايه، ولا صباح الفل ولا صباح الفل صباح الفل كده كده. بس لو هنبالانس مغامره اكتر من بحسبها صراحه. اسماء بتعرف تزغرط كويس قوي. ماشي، انا عايز اشوف دلوقتي زغرتك ممكن تكون عامله ازاي. تطورت بجد والله. انا سمعت انت اخر حاجه كان 16 ثانيه بتبقى. انت هتحسبهم؟ لو يلا بينا. يلا. احسبهم لك. تمام. اوكي ثانيه واحده. ماشي يلا، واحد اثنين اتفضلي. ثانيه واحده. ايه ده، انت ما تحسنتيش، ده 9 ثواني عادي. خلاص اوكي تمام. اتدهور. نرجع لمرجعنا، بما ان مغامرتنا فيها طيران، عاوزينك تقول لنا اسمك هيبقى ايه لو انت سوبر هيرو بتطيري. سوبر سوسو. سوسو؟ اوكي احنا خلصنا دلوقتي اسئله، هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره في ار تيست صغير كده ونشوف ايه اللي هيحصل. استنى 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 انا، استنوني. استنى 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 استنى. يس شاطره يا سوسو، حاسه ان انا في الحديقه الدوليه. اوكي حصل خير. اسماء انت 87% مغامره، وده بيديكي لقب مغامر يجي منه. يجي منه لما نشوف بقى، ما انت اول مره تطلعي سكاي دايفنج وبتاع، ونشوف ايه اللي هيحصل. ها كمل. فانت دلوقتي جاهزه لتاشيره المغامر، فهتاخدي باسبورك وهتسلميه هناك. تاني حاجه بس قبل ما تمشي، عاوزينك تسجلي فويس نوت تقولي بقى فيها حاجه انت حاساها، مسج لحد ايا كان، بس مش هنسمعها الا هناك بعد ما تنزلي. فدلوقتي انا هخلع واشوفك بقى هناك. طب اخلع. يلا مع السلامه. باي باي. باي باي. ارنوبي يا حبيب ماما. اسماء قبل ما ننطلق على مغامرتنا النهارده، عاوز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاكي دلوقتي يعيش معاكي مغامره. ناس كتيره قوي، بس في ناس مش هتتبسط فهوفر عليهم هذه المغامره. عايزه آية مثلا، وعمر رشدي، شيرين شيحه، ريم امين. عايزه الناس اللي بتحب المغامره. علي السعودي. طب خليني اختار راندم مثلا اسم شيرين شيحه، ده اسم سينمائي اكتر. شيرين شيحه سينمائي. اوكي طب ممكن تكلميها دلوقتي فيديو كول حالا وتعيشيها معانا في المغامره. مش عارفه هتبقى صح ولا لا، اصل شيرين مشغوله دايما. يلا بينا. انت عارفه ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا نازله عند معبد حتشبسوت اكسايتد قوي عشان اشوف الاقصر كلها من فوق. كان نفسي قوي ابقى معاكي، بس الحمد لله. طبعا طبعا، واضح انت مشغوله حتى بالبيجامه في البيت، يا واضح انت مشغوله فعلا. مشغوله جدا. ربنا يقدرنا. يعني اول ما تنزلي المسي الارض وكلمي. يا مفيش، ما شفتش كده في حياتي. نجوم السماء.